حسام الاستحقاق وأعلى درجة من الأوسمة الفخرية اللي كتقدمها الفيفا للاعبين والناس اللي ساهموا في تطوير كرة القدم. فعلى مر التاريخ فقط 31 لاعب قدر يفوز به، أو بالأحرى 31 أسطورة، واللي جمعهم من أوروبا وأمريكا اللاتينية باستثناء لاعب إفريقي واحد قدر يحصل عليه سنة 1998، لاعب اللي كان رقم واحد في الجيل دياله، بل أكثر من هذا كان قدوة للأسطورة البرازيلية الخالدة بيلي. ضيفنا اليوم الجوهرة السوداء الحاج العربي بن مبارك رحمه الله. يونس العناوي سكاليفي سنة 1914، ومع اشتعال فتيل الحرب العالمية الأولى تزاد العربي وسط الأزقة الضيقة للمدينة القديمة، بالضبط درب سيدي الصوفي قرب المعرض الدولي للدار البيضاء. فالأب ديالو المنحدر من نواحي طاطا قرر الاستقرار بالمدينة القديمة، وبحال أغلب السكان كانت المرسى هي باب رزق العائلة، واللي سرعان ما غادي تعيش ليوتم بعد ما توفى المعيل الوحيد. فكان خال العربي خير بديل وتولى رعاية الأسرة. طفولة البطل الصغير دازت رياضية، بحيث أنه ما توفقش في الدراسة ولا حتى في الحرف، فكان دائم تنقل بين السباغة والنجارة، لكن الكرة واللعب مع الأصدقاء كانت المتعة الوحيدة للعربي، لا سيما أنه كان متأثر بالنجم ماتياس سيندولار واللي كان كيشاهده في بعض المباريات قرب الميناء. فين ما تيكون تيكون شي مجمع دابا كرة ويتذكروا فين تيجبدوا ليهم، لان هذا كان واحد فيرتيوز، هذاك سيندولار راه كان شي حاجه. هو عندك هو سيندولار واحد تيقولوا هيد غوتي، هادو كانوا يعني كان يعني خدا منهم الكثير. بالممارسه ديالو الدائمه اكتسب مهارات وقوه بدنيه خلاته يلعب الراس ضد فريق كامل ويكتفي فقط بحارس مرمى وراه. لك واحد الوقت وليت تلعب مع الدراري تنقول لهم لا انا ناخذ جول وريال وانتم لعبوا بسبعه بكم، تلعبوا سبابهم تناخذ تنجي نعاود لا ريال ناخذ الكره ونمشي الماركي ونغلبهم 7-1 8-1 10. التعليم ليا بلا ما نشعر. فبقى هكاك تنضم للفريق الحي نادي الوطن واللي كان مكون من لاعبين مسلمين فقط، الشيء اللي كان قليل انذاك ابال الحمايه الفرنسيه. الفرقه ديال الفرقه ديال الوطن ديال المسلمين اللي كان الله يرحم حميد الشعار البيضاء هو كان رئيس عليها، وكان سي محمد ديبونتي الله يجازيه بخير طير شاد الدراري وتيربينا الى اخره، وكان فيهم واحد النغزه وطنيه ضرهم الحال يشوفوا الناس الدراري المسلمين يلعبوا مع الاوروباويين. هذاك التاريخ 30-31 لعب العربي مع نادي الوطن في الفتره اللي عرفت تنقل الاسره ديالو بين احياء الدار البيضاء حتى استقروا بدرب السلطان. فكان معه احد اللاعبين واللي الاسم ديالو عبد الرحمن الكحل، هذا الاخير اختارها ليه انتقل الفريق ليديال اللي كيمارس بالدرجه الثانيه. فوافق العربي موسم 1933-1934 ولعبهم لسنتين كان متالق فيها ومنضبط بشكل لا يوصف، الشيء اللي خلاه يتختار باش يلعب بمنتخب العصبه باحدى الدوريات بالجزائر. صيف سنه 1936 كانت مباراة بين فريق ليديال ونادي الاتحاد المغربي المعروف بالياسام، الفريق الفرنسي المشهور انذاك. مباراة اللي عرفت تألق العربي بتسجيل الهدفين، فما كان من الياسام الا ان قنعوا بالانضمام لهم، وكان الشرط هو ان يحصل العربي على عمل، فكان له ذلك ولا تقني باحدى شركات الوقود، امر اللي خلى الاسرة تعرف بعض من الراحة المادية والرخاء بعد ما كان الاخ ديالو هو المعيل الوحيد للاسره. اول مره غادي يخدم السي العربي
كوم بومبيست ماشي ديال ليسانس تيصاوب لي بومب ديسانس بحال تكنيسيان ولا شي حاجه وعندو 20 فرانك في النهار وكل فرانك يا فرانك سي با لي فرانك مات 20 فرانك النهار لا فامي بمبارك راه لي سوفي. الشيء الاخر اللي كان كيميز النجم الصاعد من غير الموهبه ديالو هو القدرة على ممارسة العديد من الرياضات في آن واحد فراه كان كيلعب كرة السلة مع نادي الوداد الرياضي وكيتمرن تمارين الملاكمة والجري ثم السباق على الدراجة شيء اللي خارق للعادة ونادرا فين تلقى رياضي متكامل بحال العربي بن مبارك في زمن ما كانتش التكنولوجيا حاضرة كان بعدا تيعمل لا كورسي بي السباق وكان تيعمل السيكليزم وتيعمل الباسكت لان الباسكت كان عنده ليسونس اوفيسيال مع الوداد تيلعبوا لو ديمونش ماتان تيلعب مع الوداد وعاد سيدي وعمل لا بوكس واحد الوقت تيقولوا بان هاد السيد سبورتيف كومبلي فلعب سنتين مع الياسر قدر يفوز فيها ببطولة المغرب وحتى المركز الوصافة في بطولة شمال افريقيا ومثل فيها فريق العصبة واللي كان مثابة المنتخب انذاك فمن بين احدى المقابلات كانت مواجهه ضد الفريق الفرنسي الرديف بتغطيه اعلاميه كبيره لرصد النجم الصاعد بن مبارك فانعدام اجهزه التلفاز انذاك خلى الفرق الاوروبيه تعتمد على مقالات الصحف المكتوبه اللي كتحضر للمباريات فسالات المقابله فوز العربي وصحابه بنتيجه 4-2 امام انبهار الجمهور والصحافه خصوصا الصحفي المرموق جوني سكينادزي واللي أشاد بأداء الجوهرة ومشى المسؤولين نادي مارسيليا ونصحهم بالتعاقد مع الشاب المغربي ذوي البنية القوية والبشرة السوداء. Il a dû voilà repérer Ben Barek et lui conseiller et conseiller très fortement l'Olympique de Marseille de s'intéresser à ce joueur-là. فبدأت المفاوضات واللي كانت متذبذبة في الأول من جانب الفريق الفرنسي. واللي رفض طلب العربي 30,000 فرانك و 3,000 كراسي بشهري لكن مع دخول نادي النجم الأحمر واللي قدم 55,000 فرانك للعربي خلى أولمبيك مارسيليا تسارع باش تظفر بالجوهرة لتكون أول صفقة لانتقال لاعب عربي لأحد الدوريات الأوروبية ويبدأ منعرج آخر مليء بالنجاحات في مسيرة العربي بن مبارك قال لي مدي راه عاد ما تزياد راه زيان خوضو راه زيان جاو العام اللي من بعده ديال اخر ديال 38 قال لك قلت لهم 7000 ريال 700 ريال قلت لهم بغيتو ما بغيتوش الله يعينكم وقلت لهم هدا تحطوهم هنا قلت له اخي فعلا داك الثمن حطوه مع سميتو البوكادو قبل خدام خويا معاه متر بالمال شارع محسوب قال لي حدا بعطا تما ديك الساعه كان اخي هنا في الدار البيضاء وعلى كل حال عطاو داك الثمن على الشهاده وسينات الكونترا دا قلنا ما كاين بس وصل العربي لمدينه مارسيليا لمثن باخره وسط استقبال تجار الميناء اللي كانوا عارفين القيمه الكبيره للنجم الاسمر من خلال الاصداء القادمه من المغرب الاصداء اللي ما كذبهاش العربي وكان في المستوى أول مقابلة رسمية ضد نادي راسينغ باريس سجل هدفين ودار ماتش كبير بزاف تما كلشي عرف أنو مارسيليا جابت الذهب من المغرب Les meilleurs hommes sur le terrain sont d'une part Novicki et Bourbot et d'autre part Vasconcelos et Ben Barek véritable révélation de cette saison فبعد مباريات معدودة تمت المنادات ديالو للمنتخب الفرنسي اللي كان صعيب انك تلعب فيه لكنتي خارج العاصمة باريس كانت اول مقابلة ضد بطل العالم مرتين على التوالي المنتخب الايطالي القوي اجواء جد مشحونة بنابولي نابولي الفاشية واللي كانت كتعيش قمة العنصرية ضد السود فخسروا المقابلة لكن العربي ناس استحسان الجميع والكل تنبأ لي بمستقبل زاهر الشي اللي تأكد في المباراة الثانية ضد بولونيا يبين فيها العربي جميع المواهب ديالو وفازوا بأربعة أهداف لا شيء وكانت بمثابة وضع الأرجل بتباث بالمنتخب الفرنسي شيء اللي أثر على المكانة ديالو بمارسيليا
وأصبح اللاعب رقم واحد بفرنسا. كيفاش لا؟ وهو اللاعب الوحيد اللي لعب جميع مقابلات الموسم وهو في عامه الأول بالاحتراف. لكن كل هذا التألق والنجاح اللي كان غادي يخليه يزيد المستوى آخر غادي يوقف، وهتوقف مع عجلة سير العالم مع اشتعال فتيل الحرب العالمية الثانية واللي كانت فيها فرنسا طرف رئيسي، فتوقفت المسيرة الاحترافية فترة كانت تكون في جار الموهبة مش انتقال في المستوى، وهو لا زال في سن 25 سنة. فالمستفيد الوحيد من هذه الحرب كانت هي اليسام اللي غادي ترجع لها الجوهرة السوداء، لقب اللي تلقب به من الفرنسيين واللي كيدل على عظمة وقيمة الأسطورة العربي بن مبارك. فمع الرجوع لياسام الفريق غادي يعيش الرخاء وغادي يسيطروا على جميع الاستحقاقات. فخلال 6 سنوات غادي يحقوا 7 ألقاب، 3 بطولات للمغرب ثم 4 بطولات شمال إفريقيا، زيد على ذلك 10 مباريات مع المنتخب المغربي. سالات الحرب والعربي باقي كيربطوا عقد بنادي أولمبيك مارسيليا، لكن هناك فارق كيتربص به وهو في طور إنشاء فريق النجوم رغم موقعه في الدرجة الثانية للدوري الفرنسي، نادي ستاد فرنسي قيادة المدرب هيريرا الملم بمسار الجوهرة السوداء. فأمام مطالب العربي بمضاعفة قيمة تجديد 10 مرات اضطر رئيس مارسيليا يوافق على عرض النادي الباريسي قيمة 1 مليون فرنك كأغلى صفقة في العالم أنذاك. فأبدأ معهم المغامرة وكانوا محظوظين بالصعود لقسم الصفوة. كان العربي حديث الصحف وصوره في جميع أغلفة المجلات والجرائد، وفي أول مباراة ضد فريق أونجي كان العرض أمام أكثر من 10,000 متفرج واللي أحبوا العربي وفرحوا به في أول لقاء مباشر معه. Premier résultat de cette exhibition, 400 000 francs de recettes au lieu des 40 000 habituels. En somme, le public paraît en avoir eu pour son argent, le stade français aussi. Quant à Ben Barek, il connaît les joies du triomphe. شي اللي مهد العودة العربي للمنتخب الفرنسي رغم تقدمه في السن، إلا أن نجوميته الكاسحة خلاته يكون حجر أساس في بناء المنتخب ما بعد الحرب. qui puisse animer l'attaque et à ce moment-là tout le monde sait que Ben Barek peut être cet homme-là, qu'il a les qualités pour être cet homme-là. Barek a de nouveau la balle. Shoot, box, bon journée, shoot, et c'est le premier but pour la France. لكن لسوء الحظ ما طولتش العودة دياله. بعد ما نشب خلاف بينه وبين الناخب الفرنسي غابرييل هانو واللي قرر يبدي يستبعدو بدعوة وتقدمه بالسن، قرار اللي غادي يتبدل ورا مقابلة لمنتخب جهة باريس ضد منتخب الشمال واللي خلى الصحافة تخرج في الناخب الفرنسي وفي قراراته الظالمة. Mais Ben Barek a rendu l'équipe de Paris irrésistible, il marque à son tour et Paris bat le Nord par 6-1. فتم استدعاء المباراة ضد المنتخب البرتغالي وساهم فوز الفرنسيين 4 أهداف، خلات الجمهور يعرف كذب غابرييل هانو وأنانيته اللي كانت تحرمهم من الجوهرة السوداء. Malgré les efforts de Ben Barek, le meilleur joueur sur le terrain, les Parisiens ne parviennent pas à conclure. تزامنا مع نهاية سنة 1948 كان فريق ستاد الفرنسي كيشوف أنه فكرة جمع النجوم ما كانتش ناجحة في حصد الألقاب، فقرروا يعوضوا المبالغ اللي تخسروا في جلب نجوم العالم. تزامنا مع جولة للنادي أتلتيكو مدريد بفرنسا، فريق اللي بدوره كان كيقلب على الألقاب لا سيما البطولة اللي ما قدروش يحققوها منذ سنة 1940. فكان الحل هو التعاقد مع أحسن لاعب بالعالم. فوسط الجولة التقى العربي بفريقه المستقبلي
وأبهر الطاقم التقني للفريق الإسباني. El equipo forastero da una gran lección de movilidad en un continuo desplazamiento de sus posiciones, descollando netamente el marroquí Ben Barek. Él es el artífice del primer tanto a favor de Francia, que marca con un tiro flojo y lleno de habilidad. فتمت الصفقة مبلغ 18 مليون فرنك ليكسر الرقم العالمي السابق ديالو كأغلى صفقة انتقال في العالم آنذاك. بدا العربي التحدي بإسبانيا ضد أقوى فرق العالم برشلونة مدريد وفالنسيا وقدر ينسجم مع المنظومة وكسب قلوب الإسبان بسرعة فضل المهارات والقوة البدنية فوصل لشهرة كاسحة بأوروبا خلات الجماهير تتبعو في أي ملعب كانت فيه مقابلة للأتليتيكو وحقق المعجزة بالفوز بالبطولة المرتين متتاليتين سنة 1950 ثم سنة 1951 ثم السوبر الإسباني سنة 1951 ألقاب اللي كان عنده فضل كبير فيهم خصوصا الليغا الأولى واللي كانت فيها مباراة حاسمة ضد الوصيف إشبيليا واللي يربح فيها يكون بطل إسبانيا فتألق العربي وسجل هدف تعادل في آخر دقيقة من الشوط الأول كان كافي للتتويج لينقش اسمه بأحرف من ذهب في قائمة أساطير النادي الثاني للعاصمة مدريد لا سيما تألقه في الديربي ضد ريال مدريد الأسطوري واللي عرف أكبر نتيجة بين الفريقين بست أهداف لثلاثة تكنيكامنت por el Enio Herrera en Chamartín venció por un rotundo 6-3 فمع دخول موسم 1953 طراو العديد من التغييرات أو ما يمكن تسميته ثورة بالأتليتيكو بتغيير إدارة النادي ثم فسخ عقد المدرب صديق العربي أندري هيريرا وتعويضه ببينيتو دياز واللي ما كانتش علاقته بالعربي جيدة الشي اللي خلاه يجلسه في كرسي الاحتياط لمدة طويلة فكانت العودة الأول نادي احترف فيه العربي وهو في سن 39 فريق اللي خلى فيه صدى جيد قبل 15 سنة رغم أنه لعب فيه غير موسم واحد بنبارك القمر سيليا في حالة ضعيفة وتائه وسط نوادي فرنسا الكبيرة فبالخبرة والحرفة قدر يغير الكثير ويزيد لمسة النجم أو الباترون وقدر يصالح الجمهور المارسيلي مع الملعب خصوصا أنه قدر يوصل معهم النهائي كأس فرنسا واللي ما كانوش محظوظين بالتتويج به Blanc qui donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe de France, l'opposant à Nice. Janssen lance Palus. Shoot. Poitevin reprend. Mais Ben Barek intercepte. Shoot à son tour et Erabedian reprend d'extrême justesse. وراها قرر يدخل للمغرب بعد آخر مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الألماني واللي أنهاها مصاف منتصف الشوط الأول. ليصبح أكبر لاعب يحمل قميص المنتخب الفرنسي في التاريخ وهو عازم على الرجوع لأرض الوطن جاء عرض من أحد الأصدقاء واللي كان رئيس فريق اتحاد بالعباس الجزائري فقد معهم سنة كلاعب ومدرب في نفس الوقت ليعود للمغرب عبر بوابة الفريق الملكي آنذاك الفتح الرباطي واللي كان تحت وصاية الأمير مولاي عبد الله رحمه الله فاستقطبوا لمساندة الفريق في أول سنة بعد الاستقلال. À Rabat, au stade Moana, en présence de nombreux admirateurs, le footballeur Ben Barek. هو في سن 43 سنة قدر يسالي الموسم ثاني هداف ب 17 هدف وهو اللي كان مدرب ولاعب في نفس الوقت فكانت نهاية مسيرة العربي بالرباط كلاعب بالستاد المغربي ثم الجيش الملكي ثم كمؤطر للعديد من المدارس الكروية. Mais il reste l'idole des jeunes footballeurs marocains et le plus clair de son temps, il le passe avec les gamins de Casablanca auxquels il montre ce qu'il faut faire et ne pas faire. لينتهي به المطاف كأول مدرب ومسؤول عن المنتخب المغربي بعد الاستقلال رفقة قاسم القاسمي والعربي الزاولي ودوز العديد من التجارب كمدرب
في جل الفرق المغربية. لكن أهم حدث في مسيرته التدريبية كيبقى مع نادي نهضة ستات، وهو الفوز بالبطولة موسم 1971، فارهم تأثر بسبب الحرف مرحلة حساسة في مسار العربي بن مبارك. هناك إجماع على أنه أحسن لاعب في النصف الأول للقرن العشرين وأحد أساطير اللعبة. فسنة 1976 زار الأسطورة البرازيلية بيلي المغرب وعبر عن حبه للجوهرة السوداء وقال بالحرف: إذا كنت أنا ملك الكرة فالعربي إلهها. كما أن العديد من التقارير الفرنسية دائما ما كتذكر أنه واحد من أساطير بلد الأنوار، كما أنه نادي الأتليتيكو كرمه في أكثر من مناسبة. أما بالمغرب فكان كيعاني بعض من التهميش وقلة الاهتمام من غير تسمية ملعب فيليب باسمه، وهو الملعب اللي شاهد على تألق وعظمة العربي بن مبارك اللي جمع بين الكرة وقمة الأخلاق والوفاء. هذا الأخير جسد في قرار العربي إكمال حياته وحيد بعد وفاة الزوجة اللي بسبابه دخلت للإسلام واللي كان كيبكي بزاف من اللي كيتفكرها. نعم سيدي، هذه الورقة التعريف ديال السيد. نعم ديال السيد، الله يرحمه الله يرحمها. ونتمنى إن شاء الله بأن الأولاد ديالك وديالها ما يخيبوش الظن كذلك، وإحنا كذلك من الناس. أرى لديك مالك الحاج. الحاج الحاج البقاء لله كلنا لها، ولكن ها هي الصورة ديالك صغيرة خرجناها كبيرة، هدية من البرنامج. الله، ها هي هدية من البرنامج إليك. صافي الحاج، كل مالي أخويا كاين غير الله. وانت والعائلة ديالك وأولادك راهما في قلب كل المغاربة، لأن كنت سفيرنا سفيرنا في الوقت اللي ما كانش عندنا سفراء في الخارج، كنت سفيرنا ديك الساعات لا بالسمعة ديالك ولا بالفن ديالك. وبقى على حاله متواضع وسط حي بنجدية حتى توفى الخالق يوم 16 سبتمبر سنة 1992، الوفاة اللي كانت ذكرى أليمة على أي محب للجوهرة السوداء واللي ما كانتش نهاية للإنجازات دياله. فست سنوات وراء الوفاة غادي يفوز بوسام الاستحقاق من الفيفا سنة 1998 كأول وآخر لاعب إفريقي يفوز به، وهو أعلى وسام يقدم من الفيفا رفقة أساطير كبيلي وبيكن باور ويوهان كريف. كان معكم مروان أسيرو، ما تنسوش تشاركوا في القناة وتشاركوا الفيديو مع أصحابكم والعائلة ديالكم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.